أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من كشك الصحافة ونطالع فيها. موقع إخباري يتحدث عن تمرد في صفوف الحوثيين بحجة. صحيفة عربية تعنون موظفو اليمن جوعى ورواتب مسؤولي الحكومة بالعملة الصعبة. تهديدات بمزيد من هجمات طائرات غزة الورقية رغم التشديد الأمني الإسرائيلي. أهلا بكم. تصدر خبر انفجار مأرب الصفحات الرئيسية في المواقع الإخبارية اليمنية، وقد تباينت المعلومات الواردة حول وقوع الحادث بين من اعتبره هجوما ومن عده غير ذلك. موقع المصدر أونلاين عنوان: مقتل العميد محمد صالح الأحمر في انفجار بقذيفة بمأرب. وقال مصدر للموقع إن قذيفة انفجرت بالملحق العسكري اليمني في البحرين العميد الركن محمد صالح الأحمر أثناء قيامه بمهمة تدريبية. وأوضح المصدر أن العميد الأحمر متخصص في عمليات التدريب والتصنيع الحربي، وانفجرت به قذيفة أثناء مهمة تدريبية في مأرب. خلافا لذلك، وصف الموقع بوست الحادثة بأنها استهداف لنائب رئيس الجمهورية علي محسن الأحمر، وعنوان الموقع: نجاة نائب الرئيس من محاولة اغتيال ومقتل العميد محمد صالح الأحمر خلال الحادثة. وقال الموقع: نجا نائب رئيس الجمهورية الفريق علي محسن الأحمر من محاولة اغتيال عبر انفجار عبوة ناسفة استهدفت موكبه في محافظة مأرب. وقالت مصادر متطابقة إن عبوة ناسفة انفجرت في موكب الفريق علي محسن الأحمر خلال تفقده إحدى جبهات القتال مع الحوثيين. السعودية تنصلت من اتفاقها مع المعتصمين في محافظة المهرة بعد ساعات قليلة من الاتفاق، حين تمت وبضغط سعودي إقالة مدير الأمن ووكيل المحافظة اللذين ساندا الاحتجاجات وتزعماها. لم تنسحب القوات السعودية حسب الاتفاق، ولم تسلم المطار والميناء، ولن تفعل حتى تجبر على ذلك. هكذا بدأت الحائزة على نوبل للسلام توكل كرمان مقالها المنشور في بلقيس، مضيفة في أجزاء من المقال: قبل ذلك وفي سقطرى قضى الاتفاق بأن تبقى القوات السعودية بعد انسحاب القوات الإماراتية في الجزيرة 4 أسابيع كحد أقصى ثم تنسحب، لكنها لم تنسحب حتى الآن ولن تفعل ما لم يتم إلزامها بذلك. لم تذهب القوات السعودية والإماراتية إلى سقطرى والمهرة لتحريرها من الانقلابيين الحوثيين، فلم تصل إليها ميليشيات الحوثي يوماً، ولم تشهد انقلاباً وتمرداً على الشرعية من أي نوع. هم هنا لمزاولة الاحتلال ومنع الشرعية من بسط سيطرتها ومزاولة سلطتها. بمعنى آخر، هم الوجه الآخر للانقلاب الحوثي، وما داموا كذلك فمنطقهم بمطالبة الحوثي بتسليم أسلحته والانسحاب من بقية المناطق منطق واهن متهافت مثير للسخرية. لسان حال العالم تجاه هذه المطالب يقول: احترموا الشرعية أنتم أولا، وكفوا عن التمرد عليها، ثم طالبوا غيركم باحترامها والتسليم لها. لهذا رفض العالم معركة الحديدة التي جهزوا طارق عثاج لاستلامها، لا هادي ولا قواته، كغطاء محلي بائس يمارسون من خلاله أبشع أنواع الوصاية والاحتلال والهيمنة، شأن المحافظات التي ابتليت بتحريرهم الوهمي لها. العالم إذن ليس متعاطفا مع الحوثي حين يرفض المعارك التي تستبدل الانقلاب على شرعية بانقلاب آخر، والتمرد بتمرد جديد. يرتكب الرئيس وأي شخصية عامة أخرى خطأ جسيما حين لا يعلن للشعب والعالم صراحة أن التحالف لا يستهدف إعادة الشرعية، وإنما يتخذ كل التدابير والسياسات التي تؤدي إلى عدم استعادة الدولة اليمنية وبسط سلطة الشرعية على كافة ترابها الوطني. يرتكب جريمة جسيمة في كل مرة يشكر التحالف ويقدم شهادة زور بأنه استجاب لدعوته ويمضي لإعادة شرعيته. باقي أن نقول إن هذا الهوس السعودي الإماراتي للاستحواذ على اليمن لن يوصلهم إلا إلى نتيجة واحدة: السقوط في مستنقع اليمن وزوال ممالكهم كنتيجة لهذا السقوط.
يتحدث موقع إخباري أعلن مؤخرا عن انطلاقه وتخصصه بالشأن اليمني، يتحدث عن ما وصفه في عنوان بارز بأنه تمرد في صفوف الحوثيين بحجة. وقال موقع رأي اليمن إن القيادية في ميليشيات الحوثي بمديرية بني قيس بمحافظة حجة المدعو أبو هاشم أعلن تمرده على جماعته بعد محاولتها الدفع بأبناء منطقته إلى جبهة الساحل الغربي. وقالت المصادر إن مسؤول العمليات بمديرية بني قيس القيادي عبد السلام النهاري الملقب أبو هاشم تبادل إطلاق النار مع الأطقم القادمة من مركز المحافظة في منطقة اللوحة غرب المديرية. وأضافت المصادر أن سبب المواجهات هو محاولة القيادي القادم من مركز المحافظة الزج بأبو هاشم ومرافقيه وبعض المتحوثين من قبيلته إلى جبهة الساحل الغربي بعد أن طلب منهم مرافقته لزيارة مقابر قتلاهم شمال المديرية. إذن لا تزال آثار الحرب ظاهرة حتى على تلك المحافظات التي عادت إليها الحياة، فمن محافظة أبين تعرمل صحيفة الأيام: كان يعد واحدا من أبرز المراكز في البلاد، المركز الثقافي بأبين أثر بعد عين. وقالت صحيفة الأيام إن المعارك التي شهدتها محافظة أبين خلال السنين الماضية أحالت المركز الثقافي بمدينة زنجبار إلى أطلال، بعد أن كان يعد واحدا من أكبر المراكز الثقافية في البلاد. ويتكون المركز الذي بدأ العمل فيه عام 2007 بتكلفة إجمالية بلغت 800 مليون ريال يمني من عدة أقسام جميعها تعرضت للدمار أثناء الحرب التي شهدتها المحافظة عامي 2011 و2015. وتفيد الصحيفة: تعالت مؤخرا الأصوات الثقافية والفنية المطالبة بإعادة تأهيل وترميم مبنى المركز لما له من أهمية كبيرة تعكس الإبداع الثقافي والفني والموروث الثقافي الذي تشتهر به أبين. مدير مكتب الثقافة بأبين حسين با مطيرة قال للصحيفة إن المركز يعد من أكبر المراكز الثقافية على مستوى الجمهورية، ونتيجة للدمار الذي تعرض له أصبح بحاجة ماسة لترميم وتأهيل جميع أقسامه بدءا بالمسرح الكبير وصالة الفنون. تغيروا وإلا ستنقرضون، هكذا عنوان وزير الثقافة الأسبق خالد الرويشان مقاله الذي تعيد قناة بلقيس نشره. 100 سنة على ميلاد نيلسون مانديلا، يحتفل العالم في هذه اللحظة بذكرى ميلاد مانديلا المئوي. بعد 250 سنة من النضال ضد الاستيطان الأوروبي والتمييز العنصري الأبيض، تحررت جنوب أفريقيا على يدي هذا الرجل. لا يمكن ل5% من السكان البيض الأوروبيين أن يحكموا 95% من أصحاب البلاد الأصليين السود إلى الأبد وبالتمييز العنصري. أخيراً بالكفاح وبالنضال اقتنع العنصريون البيض بعد 250 سنة بالمساواة والمواطنة الكاملة للجميع. 250 سنة فحسب. في اليمن وللأسف لا تزال معمعة المساواة مندلعة منذ 1250 سنة. يا للهول، الفارق 1000 سنة زيادة، 1000 سنة تطحن الحجر ولم تتغير، ما زالت المعمعة قائمة وكأننا ما زلنا في القرن الثالث الهجري. لكن ثقوا، لن نحتاج ل1000 سنة بالطبع، نعيش اليوم عصر السرعة. عالمنا اليوم يتغير بسرعة الضوء وسيتغيرون، لا بد أن يتغيروا وإلا سينقرضون. هذه أحكام الحياة، أليس كذلك؟ صحيفة أخبار اليوم التي عادت للصدور من مأرب بعد إحراق مطابعها في عدن أوردت العديد من العناوين في صفحتها الأولى، أهمها ما قاله الرئيس هادي في لقائه مع السلطة المحلية بعدن: الرئيس: لم أندم على قرار الاستعانة بالتحالف ولست راضيا عن أداء المسؤولين بعدن. وعنوان من ذات المحافظة: أمن عدن يفرج عن القيادي بحويرث بعد 4 أشهر من الإخفاء. وعقب إلقائه كلمة تم اعتبارها تحريضية وعنصرية، قائد قوات التحالف العربي يستدعي أبو اليمامة للتحقيق بعد لقائه الرئيس هادي. وعنوان متصل: المجلس الانتقالي يواصل التحريض ضد أبناء المحافظات الشمالية. وعنوان: السلطة المحلية بلودر تصف تصريحات قائد اللواء الأول دعم وإسناد بالجوفاء وتطالب بمحاسبته. إذن بعد الفاصل سنعود لمتابعة أبرز ما أوردته الصحف العالمية والعالمية، كونوا معنا.
أهلا بكم من جديد، عودة إلى الصحف العربية والعالمية، والبداية مجددا من البداية من اليمنيون جوعى ورواتب مسؤولي الحكومة بالعملة الصعبة، هذا ما اخترته العربي الجديد عنوانا لها، حيث كشفت مصادر بارزة بالحكومة اليمنية في العاصمة السعودية الرياض عن مبالغ كبيرة يتقاضاها أعضاء الحكومة الشرعية، ومسؤولون بارزون كمرتبات ومستحقات وحوافز شهرية تصرف لهم بالدولارات في الوقت ذاته الذي يوجد معظمهم خارج البلاد وليس لديهم أي مهام أو أعمال حقيقية. وقالت المصادر التي رفضت ذكر اسمها إن هناك عبثا حقيقيا بالمال العام، بدءا من هرم رئاسة الجمهورية مرورا بالحكومة التنفيذية التي أطلقت موازنة تقشفية مطلع العام الجاري، وانتهاءا كذلك بالأعداد الكبيرة من المسؤولين والمستشارين. يأتي ذلك في الوقت الذي تعاني الموازنة العامة من عجز كبير أدى إلى عدم انتظام صرف رواتب الموظفين داخل اليمن على مدار الشهور الماضية. الخبير الاقتصادي اليمني مروان القدسي في حديثه للعرب الجديد قال إن الحكومة لو كانت صادقة فعليا في تعاملها مع مواطنيها لقامت بتنفيذ الموازنة التقشفية على أرض الواقع وليس في الإعلام، مضيفا أن هناك شيئا غير منطقي يحدث في البلاد، حيث إن ميزانية عام 2018 أعلنت وقال رئيس الوزراء إنها ستكون تقشفية في الوقت الذي لم يتم فيه تحديد قيمة واردات الغاز والنفط كبنود رئيسية، وبذلك ليس مستغربا أن يتم العبث من قبل المسؤولين الذين يتقاضون الملايين على حساب مرتبات اليمنيين. يتناول الصحفي الفرنسي جورج مالبرونو في صحيفة لوفيغاغو موضوع زيارة وفد دبلوماسي إلى اليمن، ويقول إن احتجاز الملاح الفرنسي ألان غوما في صنعاء وإحياء عملية التفاوض لوضع حد للحرب الأهلية سيكونان محور المحادثات بين الدبلوماسيين الفرنسيين وقادة المتمردين. مصادر في باريس قالت إن وفدا من الدبلوماسيين الفرنسيين موجود حاليا في صنعاء لإجراء اتصالات سياسية وإنسانية مع المتمردين الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء وشمال اليمن. وردا على سؤال صحيفة لوفيغاغو والتي ترجمت خصيصا لقناة بلقيس، أكدت وزارة الخارجية الفرنسية أن هذه الزيارة تركز على القضايا الإنسانية وفقا لمصدر إنساني في باريس، فإن الوفد الذي يترأسه السفير الفرنسي في اليمن كريستيان تيستو سيجتمع مع المنظمات غير الحكومية الدولية العاملة في الشمال، كما سيكون للوفد اتصالات سياسية مع قيادة المتمردين الحوثيين. العرب في مهب الريح، تحت هذا العنوان كتب كمال عبد اللطيف مقاله المنشور في العرب الجديد، مضيفا في جزء من المقال: يعد نشوء تجمعات إقليمية عربية من ثمار التحولات التي عرفها المشروع القومي، حيث نشأت مؤسسات التعاون الإقليمي في الخليج وفي المغرب العربي، وهي مؤسسات لم تستطع الانتصار على عوائقها، تهيمن اليوم على أغلب المجتمعات العربية حالة من الارتباك تنذر بما هو أسوأ. نفكر هنا بالضبط في أحوال العراق وسوريا واليمن وليبيا، كما نفكر في التحولات الحاصلة في دول الخليج، حيث تم تعليق مؤسسات مجلس التعاون الخليجي مثلما تم تعليق اتحاد المغرب العربي. لنفكر أيضا في التحولات التي تعرفها القضية الفلسطينية، حيث لا أحد يتصور اليوم ما هي بالضبط الشعارات الموجهة لمواقف الفصائل الفلسطينية من القضية ومما يحاك ضدها بين القوى الدولية الداعمة لإسرائيل. يمكن استعمال مجازات أخرى لتوصيف الحال العربي من قبيل إبراز صور تلاطم الأمواج مشرقاً ومغرباً، حيث تهب الريح لتدفع الأشقاء في اتجاهات متناقضة تدفعهم إلى حروب بالوكالة وإلى تخندقات تنسيهم مآلاتهم الموجعة في العراق وسوريا واليمن وليبيا وفي فلسطين قبل ذلك وبعده، حيث تحصل العجائب والغرائب باسم المصلحة والتاريخ، باسم التبعية والوهن وعمى البصر والبصيرة. فمتى نوقف هبوب الرياح العاتية؟ بل من يملك اليوم القدرة على إيقافها؟ تناولت الصحف البريطانية الصادرة في لندن صباح الخميس عدة ملفات، منها ملف أحداث غزة والتطورات الأخيرة، وعنونت صحيفة الاندبندنت في إحدى صفحاتها:
تهديدات بمزيد من الهجمات بطائرات غزة الورقية رغم التجديد الأمني الإسرائيلي. ونشرت الصحيفة موضوعا لمراسلتها في القدس بيل ترو وترجمته البي بي سي، تشير فيه إلى أن الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المشددة التي فرضت مؤخرا في المناطق القريبة من قطاع غزة لم تكن كافية لطمأنة المواطنين ولا حتى السلطات الأمنية. وتوضح ترو أن مئات الطائرات الورقية والبالونات المحملة بمواد حارقة أطلقت من قطاع غزة نحو الأراضي الإسرائيلية خلال الأيام الماضية، خاصة بعدما علقت إسرائيل إمدادات الوقود للقطاع. وتضيف ترو إن الطائرات يتم تحميلها بكميات من الفحم والمواد الحارقة التي تتسبب في إشعال الحرائق عندما تهبط إلى الأرض، وأن أعضاء وحدة أبناء الزوار المقنعين وغير محددي الهوية تعهدوا أمام وسائل الإعلام بشن المزيد من الهجمات. وتقول الاندبندنت إن إسرائيل نشرت طائرات مسيرة عالية الكفاءة لمواجهة الطائرات الورقية التي تكلف كل منها نحو 3 دولارات، لكن هذه الطائرات البدائية تسببت في إشعال 750 حريقا داخل الأراضي الإسرائيلية وأحرقت نحو 2600 هكتار من الزراعات. إذن غضب شعبي عارم في مصر، والسبب كما يقول موقع شبكة البي بي سي مقطع فيديو لمنشد يتلو القرآن على أنغام موسيقية. وانتشر مقطع فيديو يظهر مبتهلا بملابس أزهرية وهو يقرأ سورة الفاتحة على أنغام موسيقى شعبية وسط تمايل الحاضرين. ويعتقد أن الفيديو يعود إلى حفل شعبي في محافظة البحيرة المصرية. وتعقيبا على الفيديو قالت دار الإفتاء المصرية إن إقطاع القرآن الكريم للنغمات الموسيقية والتغني به محرم شرعا، ووصف مغردون الفيديو بالمبتذل وبالجريمة الشنعاء، وطالبوا السلطات بالقبض عليه وبوضع حد لهذه التصرفات التي وصفوها بأنها مستفزة، يهدف أصحابها إلى الشهرة وجذب الأنظار إليهم دون مراعاة لمشاعر المسلمين. في عهده يولد الأطفال ويمنحون جنسية وطن جديد وإن كانوا من آباء أجانب، ناضل رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسبراس لأجل القادمين من بعيد. في أيامه واجه ويواجه تحديات ومعارضة كبيرة، وها هي اليونان تنهض من جديد. إنها كما ترى الصحافة والواقع تخرج من كونها المشكلة إلى أن تصبح الحل. وقد كتب رئيس الوزراء مقالا مهما سرد فيه كيف يمكن نقل البلدان من القاع إلى القمة، وقد ترجمته منال نحاس ونشرته صحيفة الحياة اللندنية نقلا عن لوبوا الفرنسية. بلد اليونان في حال أفضل مع بلوغ النمو الاقتصادي 2%، والخيارات العسيرة التي أقدمنا عليها في السنوات الأخيرة بدأت ثمارها تنعقد، فالخيارات المقدامة تقتضي الوقت لينبت ثمرها وينعقد. واليوم ربحنا المعركة، ولكن الحرب لم تطوى بعد. وقبل سنوات قليلة كان بلدي أسير شراك الأزمة، وكان الدائنون يضيقون الخناق عليه. وفي مثل الحال الحرجة لا يجب إغلاق الأبواب كلها، ولكن شركاءنا الأوروبيين أوصدوا في وجهنا الخيارات كلها ولم يتركوا لنا مجالا للخروج، وطالبوني بإصلاحات عظيمة من دون أن يوفروا تمويلا لها. اضطررت إلى إبلاغ شعبي أن لا مفر من المساومة مع أوروبا، وشرحت له أن الإصلاحات تفسح المجال أمام مستقبل لنا وتمنحنا الأمل في وقت كنا مفلسين. وفي 2015 كانت اليونان خسرت صدقيتها السياسية ووزن كلمتها، ولكنها اليوم صارت ركنا من أركان الاستقرار وجزءا من الحل، فهي لم تعد المشكلة. والعقائد لا تصلح في الحكم، ولطالما عارضت الأرثوذكسية الليبرالية واعتقدت أن الفرق بين اليمين واليسار جوهري. الأول يدافع عن مصالح الأثرياء وأحيانا عن مصالح الطبقات الوسطى، في وقت دافع الثاني اليسار عن مصالح الأكثر عددا وردم هوة التفاوت الاجتماعي وحماية الأضعف. الإصلاحات كانت قاسية، ولكنها في النهاية صبت في مصلحة الأكثر ضعفاً. أحياناً يجب السباحة ضد التيار أو مخالفة السائد والنماذج المنمطة، ففي بعض الأحوال تمس الحاجة إلى مخالفة الغالبية، ومثل هذه المخالفة هو إمارة المسؤولية. فتحمل المسؤولية في مواقع القرار
يترتب عليه اتخاذ قرارات عسيرة وعدم الاكتفاء بالتمسك بالمبادئ الثورية. وخلاصة تجربة مفادها أن إصلاح بلد يقتضي السعي إلى الحد الأدنى من الاجتماع في المجتمع على عدد من المسائل، منها ألا مفر من بعض الإجراءات القاسية. محافظات العراق الجنوبية تشهد مظاهرات احتجاجية ضد تردي الخدمات العامة وارتفاع مستوى البطالة. ننقل لكم بعض من الصور الملتقطة من هذه المظاهرات والتي نشرها موقع شبكات البي بي سي. نتابع. نتابع أبرز ما عبر عنه فنانو الكاريكاتير وقد تم نشرها في عدد من الصحف. وبهذه المجموعة من الصور ورسوم الكاريكاتير نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم. إلى اللقاء.